ورجعنا لحضراتكم بعد الاستراحة، وطبعا مع الفقرة الطبية ودايت يعني حرمان. أول جملة بتيجي في بالنا دايما لما نسمع كلمة دايت، بنقرر إن احنا نبدأ الدايت على طول، بيبدأ يصور لي عقلي إن أنا داخل على مجاعة. طيب أكل بقى طبق المحشي ده قبل ما أبدأ بقى النهاردة مجراش حاجة، ولا معلش كده شوية المكرونة بالبشاميل الحلوين دول النهاردة، ونحلي بقى بحتة البسبوسة والكنافة دي ما يجراش حاجة. طيب أكل منهم الأول وبعدين أبدأ، ويوم ورا يوم ولا ببدأ دايت ولا أي حاجة خالص، لأن دايما عقلي مصور لي أني داخل على مجاعة. بس هل ده حقيقي؟ هل فعلا الدايت حرمان؟ ده اللي هنعرفه من ضيفتي اللي منوراني في الاستوديو النهاردة، دكتور سالي فيكتور، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة اون تارجت فارما. اهلا يا دكتور. اهلا بيك يا ربنا يخليك. ده ايه يا حبيبة قلبي؟ كله حلو. كان نفسي ندوقك من السجق بتاعنا، بس ما هندوق بعد الحلقة، لازم ندوق بعد الحلقة. الريحة مش طبيعية بصراحة. حبيبة قلبي تستني لي يا رب. طبعا انا مبسوطة بوجودك معايا النهاردة. ربنا يخليكي. مبسوطة اكتر لانه انت بتجاوبينا على حاجات حقيقي بتدور جوه كل حد فينا بشكل مختلف طبعا عن التاني. بس ما ننكرش ان اللي اتقال في المقدمة ده بيحصل. الحقيقة بيحصل. الحقيقة بيحصل. طب ايه، احنا خلاص هناكل النهارده بقى، نتعشى سوا وبعدين بكره نبدا ان شاء الله. خلاص احنا بكرة نبدأ يعني جميل. متلازمه هنبدا دايت يوم السبت دي ما بتخلص. احنا بقى عايزين معاكي يعني حقيقي بجد نقول ايه، الناس اللي بتفكر كده وبتبقى قلقانه واحساسها انها هتتحرم، هل الناس دي ليها حل كويس ومرضي وامن انها تقدر تتعامل في موضوع الدايت وتدخل فيه بامان وتبقى هي في عامل مساعد ليها كمان؟ بصي حضرتك، انا هقول احنا ده اول ما بنبتدي دايت اول حاجه بنفكر فيها ايه هي لسته الممنوعات اللي انا مش هاكلها. صح. فاول حاجه لما بفكر فيها بفكر بشكل نيجاتيف او بشكل سلبي، ده بيخليني طبعا تلقائيا عقل الباطن يصور لي ان انت دلوقتي داخل على حرمان، وداخل على ان انت هتحرم نفسك من الاكل، وداخل ان انت مش هتاكل وهتجوع نفسك، وكل مغريات الحياه قدامك وانت مش قادر تتحكم فيها، واعزل بقى نفسك وهتاكل اكل لوحدك. كل الحاجات دي احنا طبعا بنفكر فيها، او عقل الباطن بيصورها لي، لان انا بدات بالجزء بالنيجاتيف او بدات بالحاجه اللي انا هتمنع من ايه. بس احنا دايما بنقول كاخصائيين تغذيه يا جماعه ما فيش حاجه اسمها ممنوع في الدايت، انا جسمي محتاج كل العناصر الغذائيه. جسمي محتاج ياكل بروتين، وجسمي محتاج ياكل كربوهيدرات، وجسمي محتاج ياكل نشويات، وجسمي محتاج كل العناصر الغذائيه اللي انا محتاجاها وفيتامينات ومعادن ويوي. كل حاجه من دول بتعمل حاجه في جسمي او بتبني حاجه في جسمي. يعني مثلا الكربوهيدرات بتديني الطاقه، البروتين هيعمل الانسجة ويبني العضلات وكل الكلام ده. فما فيش حاجة اسمها انا لازم بقى احرم نفسي من كل الكربوهيدرات، واحرم نفسي من المكرونة، واحرم نفسي مش عارفة من السكريات وكل الحاجات دي. فطبعا ده بيخليني احس ان انا داخلة حرب، ونجهز الأسلحة ونشتري بقى حاجات الدايت، نشتري العيش السن ونشتري الكلام ده. في الوقت الحالي كمان هي مكلفة يا دكتور، يعني مكلفة بالظبط، بتبقى قادرة تستمر على الموضوع ده كتير، ولو هي قدرت تستمر بتوصل لمرحله انها بتبقى مش قادره تتخنق. بالظبط. عشان كده احنا دايما بنقول للناس احنا لما بنتابع معاكم ونقدم لكم الكورس المساعد مع النظام الغذائي المناسب ليكم، الناس بتكتشف ان احنا بنحط لهم الاكل اللي احنا بناكله كل يوم عادي على السفره، يعني اكلنا بتاع المطبخ المصري العادي اللي ماما بتعمله او اللي انا كزوجه ممكن اطبخه. احنا مش هنحرم نفسنا من الاكل، ومش هنجيب اكل من بره او هيبقى في اكل معين للدايت، لا خالص. احنا الاكل اللي احنا بناكله عادي جدا، ممكن نتحكم في نوع الاكل، يعني مثلا بدل ما انا متعوده اكل كربوهيدرات كتير او نشويات كتير، نقنن الكميات. وما انا بقى عايزه اوصل معاكي نقنن. نقنن دي بقى قولي لي الحل على طول. نقنن نتحكم في الشهيه، يعني احنا دايما بنساعد الناس بكورسات مساعده او بعوامل مساعده، ايد مساعده تساعدهم ان هم يتحكموا في الشهيه. فبالتالي انا لما ابعد عن الحاجات اللي تحسسني بالجوع وابتدي افكر في الحاجات اللي فعلا هتدي جسمي الباور والطاقه والعضلات، ده هيبقى طبعا مختلف او هيساعدني كتير بشكل كبير في النظام الغذائي. فاحنا مثلا لما بنتكلم مع حد مع الياف الانسولين ونبتدي نشرح لهم الكورس ده بيعمل ايه وبيشتغل ازاي، بنقول لهم يا جماعه ده هيحسسكم بالشبع. بس احنا مش بنلعب على اي كيمياء في المخ، او مش بنلعب على اي ميكانيزم في الجسم. كل الحكايه ان دي الياف طبيعيه بتمتص الميه. انا بشرب كوبايه الانسيليوم قبل الغداء مثلا بنص ساعه او بساعه الا ربع، هشرب بعديها كوبايتين ميه، هتبتدي بقى الالياف اللي في الانسيليوم دي تمتص الميه كتير فتنفش في معدتي، فتعملي نفس عمل بالون
بدون المعده او تنفش في معدتي، فده يخلي الجسم تلقائيا يفرز هرمون اللي هو هرمون الشبع، فانا خلاص حاسس ان انا شبعان. فانا بقى بالنسبه لي ظبطت الاكل، قللت الكميات، ظبطت النظام الغذائي، هلاقي ان انا جسمي اتعود على لايف ستايل صحي، او ان انا خلاص متعود على كميات اكل صحيه، ومش حاسس بالجوع، ومش حاسس بحرمان، ومش حاسس ان انا بعمل حاجه يعني اللي هو ما انا في حرب دلوقتي. طيب خلينا قبل ما نستكمل الجزئيه دي معاك يا دكتور سالي ناخد سهى معانا على التليفون. الو يا سهى. مساء الخير. اهلا يا روح قلبي، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام، انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي، قولي لنا اخبارك ايه؟ عامله دايت ولا لا يا سهى؟ عامله دايت. كلنا عاملين دايت يا سهى دلوقتي. عن الدايت يا سهى كلمينا. الحقيقه الموضوع كان لطيف جدا. انا اكتر حد في العالم عمل كميه دايت غير طبيعيه يا روحي. اتعاملت مع دكاتره كتير واتعاملت لوحدي، واصلا انا عندي كمان مشكله يعني في الهرمونات عندي، فكانت عندي صعوبه جدا في ان انا اخس بسهوله. اوكي. فالموضوع صراحه الاول حد من صحابي كلموني عن موضوع الانسنيوم، وان ده حاجه بتجيب نتيجه مع دكتور نهال وشوفي وجربي وبتاع، فانا كنت شايفه ان الكلام ده فيك. سوري يعني. لا عادي براحتك، انت خدي حضرتك. بعد كده لا لقيتها ما شاء الله خسيت وقت قليل. طب وريني يا بنتي كده نظام الدايت اللي انت بتعمليه، فلقيتها بتوريهوني لقيته يعني لطيف، مش حاجه مش حرمان لدرجه ان انا ابقى حاسه ان انا عايزه اكل طول الوقت. فلا خالص بالعكس تماما كويس. لقيت الموضوع لطيف جدا، وقلت طيب اوكي قبل ما هبدا انا برضه هرجع ابص اشوف الدنيا ايه. بقيت اتفرج على كذا مره كانوا بيستضيفوها في قنوات وحاجات كده، بقيت اتفرج واشوف، بدات اقتنع. قلت طب اوكي انا هاخد يعني المجازفه ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. كويس. مبدئيا بدات الحلو في الموضوع بقى اللي بجد فارق مع كل حد مننا المتابعه. أوكي. يعني زي مثلا انت بتعملي دايت اول اسبوع انت عندك ثقه في نفسك وانك هتكملي، تمام. ثاني اسبوع عندك الثقه دي قلت شويه، بعدها تحسي لا خلاص مش قادره. تمام؟ لا خالص بالعكس، المتابعه بقى دي يعني ها عملت ايه؟ وصلت لحد فين؟ طيب الوزن هو لازم اصور الورقه بتاعه الوزن وابعتها بالاثباتات يا سهى بالاثباتات. انا معايا دليل. لازم، فاللي هو في المتابعه دي بتديكي سبورت اكتر. كويس طبعا. نفسك اكتر. فانا خسيت من شهر 8 لحد وقتنا هذا 9 كيلو. 8 9 10 والله بالنسبه لك على ان انت عندك مشكله في الهرمونات. طب دي انا عندي مشكله، ده انا عندي دي حاجه هايله يعني برضو ده يعني عدد كيلوات مش قليل برضو. وبعدين عندي كمان مقاومه في الانسولين، يعني الانسولين عندي حبيبتي، وحد بيعشق حاجه اسمها حلويات بشكل غير طبيعي يا روحي. فلما اوصل للمرحله دي وبعدين حاجه حلوه كمان لما اجي مثلا في النص لخبطت، فبقول الصراحه انا يا جماعه لخبطت في الحته الفلانيه مش مشكله كملي. اوكي كملي يبقى في حلول يعني. اللي هو مش مثلا بي بي بيخليني اقفل، لا لا لا. طيب بصي خلاص كلتيها كنست فيها عديها وكملي الدايت كويس. فلا لا لا ما شاء الله الدنيا كويسه جدا. انت مكمله ان شاء الله يا سهى صح؟ انا مكمله ان شاء الله اكيد. ان شاء الله يا حبيبتي، عايزينك بقى تبقي تكلمينا لما يعني توصلي للوزن المثالي اللي انت تتمنيه ان شاء الله. ادعوا لي. انا بجد بشكر دكتور يوسف زهراني على المتابعه والاهتمام الفائق، بجد بشكر جدا دكتور نهال حافظ، لان هي بجد فرقت القصه كلها، الكورس كله فرق مع ناس كثيره قوي، مش سهى بس يعني مع ناس كثيره قوي. فبجد انا بشكرهم من كل قلبي بجد. ميرسي. حبيبتي شكرا جزيلا يا سهى ليكي على مداخلتك وعلى يعني ان انت شاركتينا بالتجربه بتاعتك. طيب يعني سهى اهي، طب كلمينا سهى. سهى بتتكلم من قلبها بجد بجد. سهى فرحانه. سهى فرحانه. هو اصلا طبعا يا دكتور لما بيكون في مشكله ما في الجسم الواحد بيبقى عنده احساس، يعني اذا كان هو عنده ياس ايراد فبيزيد عنده بيزيد 24 ايراد، فبيحس ان هو الموضوع بيبقى مستبعد عنه شويه. وفي كمان حاجه الناس بتعملها اللي هو انا لو لخبطت في يوم او لخبطت في الدايت ده ممكن يديني برضو نيجاتيف فايبس، ان انا خلاص بقى يا عم انا الدايت ده مش سكتي والدايت ده انا مش قادر عليه وانا مش هقدر طول الوقت افضل ماشي على نظام معين واكل بقى اكلات معينه محسوبه الكالوريز يعني في ناس بتحس ان انا خلاص انا بوظت، لا انا خلاص انا فاشل، انا مش قادر، انا مش عارف اكمل، انا مش عارف التزم بالدايت، فده بيخليهم خلاص بقى انا هفتح.
فلما بيفتح الفتحه ديت بترجع تاني الوزن اكتر من الاول. وبعد كده بتخلي ان انا اخد اصلا قرار تاني ان انا اعمل دايت. ده بيبقى قرار تقريبا شبه يعني مستحيل، بيبقى قرار صعب جدا، بيبقى قرار قبليه محتاج ان انا عايز بقى اتهيأ نفسيا، وان انا هرجع تاني احرم نفسي وهرجع تاني اكل مش عارفه الاكل المعين والكميات القليله واجوع وابقى تعبان وخملان والكلام ده كله. فلما الناس بتتواصل معانا وبنساعدها مثلا بالكورس المكثف مع نظام غذائي فعلا مناسب لحالتهم او بيساعدهم على حل المشكله، سواء عندهم مشاكل في جسمهم او مشاكل حب الاكل او مشاكل في الشبع او مثلا مشاكل في الجوع، كل الحاجات دي لما احنا بنسبوت على المشكله ونقدر نحلها الكورس المساعد وبالنظام الغذائي، الناس بتحس ايه ده، طب ما الموضوع سهل اهو. طب ما تقولي لنا بقى ايه هي الكورسات الثانيه غير مع الاناسيليم؟ انتوا بتدعموا بحاجات ثانيه عندكم موجوده علشان برضو تبقى حاجه متكامله؟ يعني انا دلوقتي بتعامل سي مثلا عايز اشرب مشروبات سخنه او ساقعه ايا كان الوقت، واحنا داخلين على شتاء اكيد محتاجين نشرب مشروبات دافيه وسخنه تساعد، وعندنا مفهوم دايما ان في بعض الاعشاب حارقه للدهون. بالظبط. فاحنا هل انتوا بقى الكورسات، انا عايزه الناس تعرف اكتر يا دكتور سالي، فكلميني عن مجموعه الكورسات اللي بتقدموها والحاجات اللي بتساعد تاني مع الكورس في الحرق. احنا طبعا غير الياف الاناسيليم احنا اتكلمنا عنها كتير وعارفه ان الناس خلاص عارفاه، احنا كمان في اعشاب طبيعيه بتساعد برضو الجسم ان هو يحرق الدهون، زي مثلا اعشاب المورينجا. المورينجا معروفه جدا جدا ان هي بتساعد في الهضم، بتحسن عمليه الهضم، فده بيدي الجسم احساس ان انت خلاص كل براحتك وانا هساعد معاك عمليه الهضم. فبنتجنب بقى مشاكل ممكن تحصل في الدايت، زي مثلا ان انا مش بمتص يعني العناصر الغذائيه اللي انا محتاجاها عشان عندي مشاكل في الهضم، او مثلا مشاكل الامساك والحاجات وعشر الهضم والانتفاخات، بعض الحاجات دي فكل الحاجات بالظبط دي مشاكل طبعا، ودي بتخلي الناس يعني تزهق فتقف، انا خلاص تعبت فانا اروح بقى اعالج المشكله انا عملتها في الدايت، فنرجع تاني نعمل دايت غلط فعامل لي مشاكل تانية. نتلافى المشكله بالظبط. احنا بنحاول ندي نظام غذائي مع حاجات مساعده فتخلي الناس تخس بشكل صحي، وفي نفس الوقت نبعد عن اي سايد افكت ممكن تحصل اللي هو انا هخليني بقى اروح اعالجها بقى هي دي نفسها. فطبعا المورينجا معروفه جدا ان هي بتساعد كمان حساسيه الانسولين ان هي تزيد، فده بيخلي الجسم يحرق اكتر او يدي الجسم خلايا اكتر، فانا حتى لو يعني لخبطت شويه في الكربوهيدرات او السكريات المورينجا بتساعد الجسم ان هو يفرز هرمون الانسولين او يخلي الخلايا يحتوي المشكله دي. بالظبط، يخلي الخلايا تتقبل هرمون الانسولين، فخلاص الطاقه دي او السكريات دي انا بحرقها وبدي جسمي طاقه فمش هتروح تتخزن. كويس. فكل طبعا بيساعد الجسم ان هو يساعد في عمليه حرق الدهون او عمليه الميتابوليزم او عمليه ان هو هرمون الانسولين. يعني مثلا هي كانت سهى عندها مقاومه انسولين، بتقول انا عندي مقاومه انسولين، فمقاومه الانسولين ده مشكلته ان هو حتى لو اكل كميات قليله هرمون الانسولين مش بيستقبل الحاجه دي او مش بيعمل عمله بالشكل المناسب، فده بيخلي الاكل حتى لو هي اكلت كميات قليله يروح يتخزن عشان الانسولين ما عملش مهمته بالشكل المظبوط. فطبعا المورينجا برده بتساعد في حل المشكله دي بشكل كبير جدا، ان هي بتزود حساسيه الانسولين وبتحسن امتصاص السكر اكتر في الجسم فتخلي عمليه كمان الحرق احسن. برده من الحاجات اللي احنا بنقدمها اللي بتساعد السكر بقى، بما انك ذكرت السكر قلنا بقى السكر، انتوا عندكم كمان سكر دايت؟ احنا كمان عندنا سكر دايت. السكر الدايت هو احنا يعني بيتميز بيه بكذا حاجه، هو طبعا مكون من مادتين اسمهم الدكستروز والسكروز اللامائي. المادتين دول هو اسمه سيسل بالظبط. هو تحليته قويه جدا، يعني الكيس بيحلي كويس. الكيس بيساوي معلقتين سكر. يعني بنعمل بس الناس ما تتاخدش ان هو الكيس فيه حبه صغننين قد كده، لا هو المهم انه زي نوع تاني مشهور جدا وجميل وطبيعي جدا، هو على فكره ما يقلش عنه حاجه على فكره يا جماعه والله. هو طبعا اللي بيتميز بيه سكر سيسل ان هو بيستحمل درجه الحراره، بيدخل يعني على السخن وبيدخل، نقدر نعمل بيه مخبوزات وبسكوتات وحاجات وكيكات بقى لمرضى السكر. بحيث ان احنا نفسنا راحت لحاجه حلوه، معلش يعني تبقى نسبه السكر مظبوطه. وكمان هو مش بيعمل اي افتر تيست، يعني مش هيغير معايا طعم الشاي، مش هيغير معايا طعم القهوه، زي بعض انواع سكر الدايت يعني. بالظبط. فدي حاجه كمان بقى اللي احنا دايما بننصح بيها مرضى السكر، ان مرضى السكر احنا لازم بحد كبير نقنن كميات السكر او نخلي كميات السكر محدوده جدا ليهم، لان هم اصلا عندهم مشكله في جسمهم في هرمون الانسولين. فطبعا دول احنا مجبرين معاهم ان احنا نظبط كميات السكر او نديهم اكلات ما تساعدش ان السكر يرتفع بالدم بشكل كبير. فاللي بيميز سكر سيسل ان هو بيحافظ على مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي، يعني هو هيحلي بس مش هيرفع معايا السكر في الدم بشكل عالي، وده ينفع لحتى الناس اللي بتحافظ على وزنها. طبعا ده اساسي جدا. كلمينا ايه تاني من المشروبات غير المورينجا؟
في حاجه تانية، انتوا اكيد عندكم كورسات كتير. احنا عندنا كورسات كتير مجموعه. طيب الدكاتره اللي بتتابع، خلينا برضو نلفت نظر اصدقائنا، الدكاتره اللي بتتابع بيبقوا دكاتره متخصصين في كل مجال، يعني دكتور خاص بمعالجه مرضى السكر في الدايت، دكتور خاص بمعالجه، صح كده؟ انتوا عندكم تخصصات. احنا عندنا فعلا فريق طبي كبير جدا، واحنا شفنا حالات كتير، او يعني تعاملنا مع حالات كتير، مشاكل كتير جدا، يمكن يعني يمكن كل الناس مش متخيلها، يمكن مثلا مشاكل التحكم في الشهيه او الحاجات دي، احنا سمعنا منها مشاكل من بيشنت او من عملاء كتير تواصلوا معانا. بنسمع الامراض المزمنه يا دكتور، والامراض المزمنه برضو، يعني الامراض المزمنه احنا بنتعامل مع مرضى السكر، مرضى الضغط، اللي عندهم مشاكل في الكبد او مشاكل في الكلى، في القلب، او قدر الله بقى المشاكل الاقوى شويه، مثلا زي مشاكل القلب، او مثلا في ناس كمان بتعاني من بعض انواع السرطانات، فبتبقى محتاجه انها تظبط اكلها بشكل معين. فكل احنا يعني وصلنا من الحاجات البسيطه المزمنه اللي ممكن كل الناس تكون عندها، او يعني عند فئه كبيره جدا من الناس، ودخلنا كمان في امراض يعني اقوى شويه، يعني ليها دكاتره متخصصين بيتعاملوا مع كل حاله، صح؟ طبعا لان الحاجات دي ليها تعامل خاص، وليها كورس خاص، وليها نظام غذائي خاص، لان كل حاجه في الاكل بتاثر على الجسم بشكل معين. طب ما تخلينا نعرف طرق التواصل معاكوا تبقى ازاي، عشان برضو نعرضها وبعدين نسترسل حديثنا انا وانت يا دكتور سيد. انتوا عندكم الصفحه الرئيسيه او الاوفيشال بيج بتاعتكم؟ احنا على الفيسبوك موجودين، صفحه تارجت فارما على الفيسبوك. اوكي موجودين برضو صفحه دكتوره نهال حافظ على الفيسبوك. ممكن برضو توصل حد من الفريق الطبي هيتواصل معاهم. تمام. موجودين كمان على الانستجرام، صفحه اون تارجت فارما على الانستجرام. هايل. والارقام اللي موجوده دي متابعه من خلال اتصال او الواتساب، صح كده؟ احنا موجودين في كل حاجه. طب يعني هايل، والمتابعه بتبقى على طول دوريه كل اسبوع، ويعني انتوا الحمد لله. انا عارفه ان الجزئيه دي بجد في ناس شكرت كتير حقيقي، يعني شفت كومنتس كتير عليكم، وسالت يعني طقست كده شويه. ما هو شيء طبيعي، اصل هو المتابعه بصراحه بتفرق مع الناس جدا كتير، بس مش كل حد بيعمل منتج بيكون يستحق الاحترام، لانه في منتجات بتبقى فعلا امنه، عوامل مساعده وجميله، وفي نفس الوقت استخدامها بيبقى غلط. والشركه كمان اللي بتبقى قائمه على الموضوع ده، او بتبقى صاحبه هذه المنتجات، بتبقى بقى بيبان اذا كانت هي حد بروفيشنال، حد بيقدم خدمه فعلا مختلفه ومتميزه زي ما انتم بتعملوا، وبتبقى في فريق طبي متكامل متنوع في كل التخصصات. دي الحقيقه حاجه يعني، والله دي اشاده عظيمه يعني من حضرتك يا شيف. والله بجد، والله دي حاجه جميله حقيقي بجد والله. يعني انا دي مميزه، لان انتم مميزين في ده. عاده الواحد بيشوف ممكن يلاقي دكتور او اتنين يعني حد كده، لكن ان يبقى في فريق طبي متكامل في كل التخصصات وبيتابع بالشكل الدوري ده على طول، دي حاجه حلوه. احنا يعني بنرجع للدكاتره في اوقات كتير نبقى صعب علينا ان احنا نروح زيارات كتير متكرره. احنا طبعا بنحاول نساعد الناس بكل الطرق، يعني احنا احنا بنحاول كمان نراعي الحاله الاقتصاديه، مثلا عاملين اوفرز او كمان شحن مجاني على بعض الاوفرز. ده في مهارات عظيمه. مهارات عظيمه. اوكي. يعني ده اكسكلوز في مهارات عظيمه. شحن مجاني، لو حد دفع شحن قولوا لي فورا على الصفحه، وانتوا بتشوفوا عامل فيهم ايه. احنا طبعا بنحاول نساعد الناس بكل الطرق، يعني حتى لما بنساعدهم بنظام غذائي، ما بنقولهمش روحوا اشتروا اكل معين او روحوا اعملوا حاجه معينه. اللي احنا بنعمله احنا بناكله عادي في بيتنا. يعني افرضي قالت لك انا ما بحبش كذا وبحب كذا، او انا مثلا ماليش في كذا، او انا بميل اكتر لكذا، عادي بتتعاملوا مع طبعا. كل واحد ليه لايف ستايل مختلف عن التاني، فاحنا بنحاول نقول للناس ان الدايت او النظام الغذائي دوت، احنا مش بنقول لكم غيروا لايف ستايل حياتكم، لازم تمشوا على لايف ستايل معين بقى فروت كل يوم والحاجات دي. لا، احنا الحمد لله بالمتاح، بالمتاح معانا. وكمان احنا لما بنساعدهم بكورس بيساعدهم، او بيبقى عامل مساعد بيحفز بقى اكتر النظام الغذائي ان هو يشتغل اكتر، او يدي نتائج سريعه في وقت قليل، فده بيخلي الناس تحس ان هو انا ده موضوع بالنسبه لي افوردبل جدا، سهل بسيط، كمان موجود او يعني قدامي بشكل متواصل، ان هو التليفون ده في ايدينا 24 ساعه، فانا لما الاقي حد بيتواصل معايا الواتساب ابلكيشن سهل جدا، وانا بستخدمه يعني على طول او في ايدي. صحيح. وبيرد على اسئلتي وبيجاوبني وبيتابع معايا والكلام ده كله. فده بيحسس الناس يعني بجو فريندلي بعيد عن جو العيادات. لما بلاقي نتيجه بقى كمان يا دكتور، النتيجه بحس بالثقه بقى. بالظبط. يعني انا دايما اقول ايه، عارفه ايه خدمه البيع؟ عارفه لما ندخل في مكان ونشتري حاجه وبعدين نخرج ونكلم خدمه العملاء ويطلع روحك اول ما يجي يركب لك الحاجه او يجي لك، فبتقولي ايه؟ اول عارفه سؤال بقيت اساله في اي حاجه، مين اللي بيتابع؟ مين الوكيل بتاع المنتج؟ يا رب يكون احسن منتج في الكون، بس لو الوكيل بتاعه هيكون حد هيدي انديكيت سيء عن البراند ده او الشركه دي،
انا مش عايزاه، بالظبط هشوف مين اللي اريح لي بالظبط ومين اللي ممكن يكون المتابعه بتاعتكم كشركه اون تارجت فارما دي نجاح. نجاح لانه اراء الناس دي بتيجي، اصل احنا مش هن يعني عارفه ايه، مش هنخادع يعني، الناس بتطلع بتقول كل حاجه والهوا مفتوح، واللي مش هيقول هنا هيقول على الصفحه وهنشوف الكومنتس عندكم بالظبط حقيقي. فدي انا شايفاها حاجه جميله وسعيده والله بوجود ناس محترمه معايا في البرنامج حقيقي وفي شاشه قناه الاهلي، لان احنا كمان قناه هنا تقريبا يعني بتبقى والله ده شرف لينا نكون معاكي يعني في البرنامج والله. صعب ان هي تسمح انه ممكن اي حد يكون بيطلع يعلن عن اي حاجه في اي حته الحقيقه يعني، وده والله انا يعني ده شرف لينا جدا حبيبتي. واحنا فعلا بنحاول نساعد الناس بكل الطرق وبنحاول نحسسهم ان هم يغيروا اللايف ستايل او يغيروا طريقه تفكيرهم للدايت او النظام الغذائي او فكره الحرمان او فكره ان ده دواء ممكن اشتريه من على الانترنت او اشتريه من على التلفزيون فما بقاش واثق فيه بشكل كبير او خايف منه مقلق يعني. انا بشكرك طبعا، احنا معانا سيليم ان شاء الله، ان شاء الله كل اصدقائنا يجربوا ويبقى تجربتهم ناجحه باذن الله زي سهى اللي كلمتنا. بشكرك طبعا، اسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني نورتني دكتور سالي فيكتور، اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه من الفريق الطبي لدى شركه اون تارجت فارما. نورتيني وشرفتيني. ربنا يخليكي، ده نورك والله، انا بتبسط معاكي جدا. وانا كمان يا حبيبه قلبي. وطبعا اشكر حضراتكم احلى واجمل متابعين لشاشه قناه الاهلي، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم. واسمحوا لي طبعا اتمنى في نهايه الحلقه من الله ولا يكتر على الله، اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.